تقول يا ترى ليه واحد عنده 25 سنة 30 سنة يجيله جلطة في القلب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أهلا بيكم. كتير قوي بشوف حالات سنها صغير وبيحصل لهم جلطات في القلب وأزمات في القلب وما بقاش عارف السبب. تقول يا ترى ليه واحد عنده 25 سنة 30 سنة يجيله جلطة في القلب وهو لسه سنه صغير؟ اتضح معظم الحالات دي بيبقى السبب ثلاث حاجات. اول حاجة التدخين، تاني حاجة الاكل والنوم، تالت حاجة طول السهر واستمرار النوم ليلا. يعني ايه الكلمة دي؟ اقعد بقى شوية وانت بقى اظبط الصورة زي ما انت عايز عشان رجلي وجعت. يعني اكتر حاجة تضايق القلب هو ان الشرايين اللي بتغذيه تتسد، واكتر حاجة تسد شرايين القلب هي الكوليسترول او الدهون، واكتر حاجة تجمع الدهون هي لما تكون بتاكل كتير ومش بتحرق. فلما تاكل سعرات حرارية كتير وتحرقها مفيش مشكلة، اهلا وسهلا. لذلك زمان كانوا بياكلوا زبدة وسمنة بلدي ولية وقشطة، صح؟ ويتمشى في الارض ويعزق بالفاس وتلاقيه عنده 70 سنة وبيشيل 70 كيلو اسمنت عادي. ودلوقتي تلاقيه بياكل حتة فرخة مقلية مفيهاش دهن كتير يعني، وجاله جلطة وهو عنده 30 سنة، عشان ده ما بيتحركش كتير وده كان بيتحرك كتير. بتوع زمان كانوا بيتحركوا كتير. فأوحش حاجة لما تاكل كتير، وبالذات لما تاكل كتير وتنام، دي مصيبة. ساعات تلاقي واحد عنده سكر ولا ضغط ولا كوليسترول ولا بيدخن ولا في أي حاجة، بس كل يوم بيوصل متأخر من الشغل يدبها دبة حلوة وينام، ياكل أكلة جامدة وينام. لو قاعد يعمل كده كتير دي تسد شرايين القلب اسرع من اللي عنده سكر وضغط وبيدخن. الحاجه التانية اللي تعمل جلطات قلب في الشباب الصغيرين المخدرات، الحشيش. بشوف واحد شاب عنده حاجه 20 سنه يقول لك انا شربت سيجاره حشيش في قعده حلوه في فرح، بعدها جالي نار في صدري، رحت المستشفى قال لك دي ازمه قلبيه، وهو عنده 20 سنه. مش منظر واحد يجيله جلطه، ده لسه عيل. ايه السبب بقى؟ ان الحشيش والمخدرات كتير منها بيعمل سبازم، يقفل شرايين القلب. ممكن بقى تفتح بعد دقيقة دقيقتين، وممكن يطلع حظ وحش ما تفتحش إلا بعد ساعة يكون حتة من القلب ماتت. الحاجة التالتة هي طول النوم. الواحد مفروض أما ينام ما ينامش ويفضل ضاربها نوم لحد الصبح، مفروض تقطع النوم وقت الفجر، وده أفضل وقت تصحى فيه. عشان كده لقوا إن صلاة الفجر تحمي من أزمات القلب. لكن لو فضلت نايم وكبرت دماغك وفضلت نايم 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 وصحيت الصبح، معظم أزمات القلب بتيجي في الصباح الباكر للي كان نايم طول الليل ومصحاش وقت الفجر. فالمحافظة على الفجر، ما تاكلش وتنام، ما تاكلش كتير، تبعد عن التدخين، تبعد عن المخدرات، تحميك من أزمات القلب بالذات في السن الصغير. كان معكم الدكتور رامي إسماعيل، يحييكم تحياتي ليكم في رعاية الله.